لما يقرب من 100 عام وفرت شيفرون أورونايت لعملائها مواد مضافة أساسية تساعدهم على تحسين الأداء ومد فترة عمل الوقود وزيوت المحركات وسوائل التشحيم، بدءاً من محركات الدراجات البخارية رباعية الأشواط ووصولاً إلى محركات الديزل البحرية ذات الطابقين. ساعدت منتجاتنا من المواد المضافة على حماية هذه الأجزاء المتحركة المعقدة من التآكل وظروف التشغيل المليئة بالتحدي لضمان عملها بالشكل المطلوب. على مدار الأعوام منذ تأسيسنا عام 1917 ودورنا الهام في واحدة من أكبر شركات الطاقة المتكاملة على مستوى العالم، جعل أورونايت أحد الشركات القيادية في مجموعة من الأسواق المختلفة التي نخدمها. واشتهرنا دوماً بأننا الأسبق في العديد من الابتكارات، مما ساعد على تطوير صناعتنا وتقدم منهجنا في التفكير الذي مكننا من تقديم حلول تنافسية متميزة لعملائنا في أكثر من 100 دولة. مع تقدم تقنيات المحركات والأجهزة والمعدات عبر عشرات السنين، ازداد أيضاً تركيزنا بما نبرع في القيام به، توفير تقنيات مبتكرة. وتمكننا من هذا لتوفر شبكة من مواقع البحث والتطوير التي تشمل على مختبرات ذات خبرة طويلة مزودة بمعدات فحص المحركات ومراكز أبحاث متعددة، لكل منها نقاط قوة وخبرات فريدة للإيفاء باحتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية. ويحرص فريقنا المتخصص في مجال الأبحاث والتطوير على وجود حوار مفتوح مع الجهات التنظيمية الرئيسية والمجموعات الصناعية ورواد تطوير التقنيات للمساعدة على التوصل في النهاية إلى اختبارات جديدة وأساليب حديثة واكتشاف منتجات مبتكرة تناسب احتياجات العملاء. عبر تاريخ طويل يعود إلى منتجاتنا الأولى من المواد المضافة المستخدمة في نموذج فورتي، استندت تقنياتنا المبتكرة والمتطورة إلى أكثر من 400 مجموعة من براءات الاختراع لتدعم حافظة أورونايت الفريدة من مجموعات المواد المضافة لمحركات الديزل والغازولين والغاز الطبيعي في السيارات والشاحنات والسفن والقاطرات، بالإضافة إلى الأنظمة الهيدروليكية وأنظمة النقل لآليات ومعدات البناء والتشييد ومعدات الزراعة. وقد ساعدت ملايين الساعات من الاختبارات القوية سواء في مراكزنا الفنية ومعاملنا أو في الحقول الميدانية في ظل الظروف الواقعية على التحقق من جودة أداء منتجاتنا. يزداد نمو الطلب على المواد المضافة بشكل مستمر، حيث يبحث كل من موردي المحركات وزيوت التشحيم عن مواد مضافة تساعد على الإيفاء بنطاق عريض ومعقد من المتطلبات الجديدة ومعايير التشغيل المتجددة في جميع أنحاء العالم. يعتمد علينا عملاؤنا للمساعدة على الإيفاء بهذه المتطلبات بشكل استثنائي، حيث نلتزم بتقديم منتجات تتميز بالأمان والفعالية وتصنيع تركيبات توافق مواصفات فائقة الدقة. وتساعدنا في تحقيق ذلك سلسلة توريد قوية ومتداخلة تتمركز في 3 مصانع عالمية في سنغافورة وفرنسا والولايات المتحدة، ومدعومة من قبل مصانع إقليمية ومصانع تابعة لأطراف معنية أخرى في اليابان والبرازيل والهند والمكسيك. ويجدر الذكر بأن جميع مواقع تصنيع أورونايت حاصلة على شهادة الآيزو للجودة والإدارة البيئية، كما أننا نفخر بشدة بالعاملين معنا أصحاب الأداء ذي المستوى العالمي وبسجل سلامة التشغيل الخاص بنا، وهو معيار يعتلي قائمة اهتماماتنا فوق كل مقاييس أداء آخر. مع وضع المستقبل دوماً نصب أعيننا، تمكننا من تحقيق زيادة مستمرة في
في سعة التصنيع لضمان أعلى مستوى توريد موثوق به لتلبية الطلب لعشرات السنين في المستقبل. ومنذ عام 2010 بفضل عدد من مشاريع التوسع الكبرى في جميع مصانعنا العالمية، زادت سعتنا الإنتاجية وقدرتنا على التوريد. بالإضافة لذلك جاري التخطيط حالياً لإنشاء مصنع جديد في نينجبو بالصين، والذي من المتوقع تشغيله بحلول عام 2020 لتقوية تواجد مصانعنا للمواد المضافة المميزة في منطقة آسيا والمحيط الهادي. القيمة التي يقدمها العاملون بشركتنا للعملاء تتجاوز التقنية المتقدمة والتوريد الموثوق به. في أورونايت نؤمن بأن موظفينا هم أهم ما لدينا، فهم يمكنوننا من توفير قيم ثابتة تميزنا عن منافسينا، كما أننا نعمل جاهدين لتأسيس علاقات متينة مع عملائنا من خلال الاستماع لهم وتطوير رؤية مشتركة معهم تعتمد على المشاركة المنتظمة للمعلومات والرؤى المستقبلية للسوق. إن تعاوننا عن قرب مع الكثير من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية عبر خطوط الإنتاج الخاصة بنا تمكننا من مساعدة عملائنا في التعرف على توجهات احتياجات السوق وتوفير رؤى مستقبلية مبتكرة للتقنيات المتطورة. النزاهة هي أساس علاقتنا المهنية، فنحن ننفذ ما نعد بالقيام به. التقنيات المبتكرة، الاعتمادية الاستثنائية، العلاقات المتينة، هذه الميزات تشكل أساس التزاماتنا وقيمنا التي توجه عملنا. وهذه الالتزامات التي يتوقعها عملاء أورونايت ويعتمدون عليها مما يقارب 2000 موظف مخلص من جميع أنحاء العالم.